كويسه يعني. يعني المدد اللي موجوده اللي هيشتغل فيها حسام حسن عنده فطنه هايله جدا الفطنه اللي جايه دي، انه يقعد ويشوف ويفكر ويشوف يقدر يدخل يعني مين شافه، ويقدر كمان صلاح يعني، يعني انا يعني يعمل محاضرات لبعض اللعيبه في حتى في الانديه، ان هو يقعد مع مدير الفنيين مع المدير ويتكلم معاهم وياخد ويدي معاهم. كان بيعمل الكلام ده روي فيتوريا على فكره، وكان بيلف وكان بيعمله مكالي بيلف كابتن جوهري اللي هو اكبر كابتن جوهري ممكن، لكن انا ما اعرفش والله الكلام ده، انا اول ما لا 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 لكن روي فيتوريا كنت موجود في فوتشر وكنت بقابله الفطله دي. فرصه هايله جدا 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 لحسام ان هو يشتغل على هذه الخاصيه. يعني عندي فرصة كبيرة جدا، ممكن كمان يبقى فيها أفكار كتيرة جدا جدا، سواء إن أنا أعمل اجتماعات مع الأندية ومع مديرين الأندية، أكيد إن الكلام ده هيفرق كتير جدا معاه، وهو كمان يقول أفكاره للناس وياخد منهم، وأكيد إن الكلام ده يوسع المدارك ويوسع الأفكار، وده أمر مهم جدا. أتمنى إن شاء الله إن حسام حسن يشتغل فيه بشكل كويس. نعم، نفس النزول بالاعمار السنيه، رؤيه تحرك النزول بالاعمار السنيه والاستعانه بعض اللاعبين من الدوري وجديده وايضا وبعض اللاعبين في اي فرقه في العالم كل اربع سنين بيحصل لها تجديد واحلال، بتنزل بالسن لكن ساعات بتحافظ على بعض اللعيبه، مش عايزين نقول كبيره في السن، كبيره في الخبره. انت محتاجهم، لان الصغير ممكن ما يوصلش لخبرات الكبير. طبعا وهو الكبير اللي بيوصل، ولذلك هو ما عندوش امل في غير في حاجتين، نمره واحد المنتخب الاولمبي، ان ده هيبقى لعيب دولي فهيطلع له مش هياخد وقت، وبعض اللعيبه اللي يتم انتقائهم في الدوري او من الدوري بس ليها مواصفات، عنده شخصيه، بيعرف يلعب على جمهور، بيعرف سلوكه داخل الملعب او خارجه ايه، فالحاجات دي كلها زي ما الكابتن مختار قال ممكن هو بالتوافق مع المدربين تواصل معاهم. انا عايز محمد عباس ده سلوكه ايه، بيعمل ايه، فهيقول له طبعا.